اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى. اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه، اللهم املأ قلبه نورا وحكمة، اللهم أهله لقبول كل نعمة، وأصلح وأصلح به الأمة، اللهم اجعله من حرس الدين ومن الذاكرين والمذكورين، اللهم اجعله من حفظة كتابك والدعاة لدينك والمجاهدين في سبيلك والمبلغين عن رسولك صلى الله عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برا ولا فاجر، ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم.